التمثيل بقى يعني شفنا كل المطربين بيمثلوا، ومجد القاسم فين من التمثيل؟ لا هو انا حاليا شغال في حاجتين، في فيلمين بطولتي. في فيلم طبعا اخراج حاتم جمال الدين احنا بنصور فيه، اسمه جحود قلب. طبعا ده عن قصة ام، يعني عن بدأنا في تصويره. وفي فيلم تاني انا مش عايز اقول برضو التفاصيل عشان مش مطلوب التفاصيل، في فيلم تاني بعمله انا والفنانة الجميلة دينا عبد الله برضو، يعني بنعمل جلسات العمل والتصوير هيبدأ خلال فترة بسيطة. دي اخبار طبعا جميلة لكل مشاهدي قناة الشرقية في العراق وفي كل انحاء العالم.